موضوع الألبوم ده حدوته طويلة قوي، هي خدت مني وقت طويل لأسباب كتير. هو يمكن حضرتك تعرف إنه ده يعتبر الألبوم التاني بتاعي، بس هو ناس كتير بتعتبره إن هو الانطلاقة الحقيقية أو الألبوم الأول، لأن الألبوم الأول كان ميني ألبوم فيه 5 أغاني بس، ونزل في 2012. فمن 2012 ل 2017 فيه 5 سنين، 5 سنين دول حصل فيهم حاجات كتير، بس انا بشتغل على الالبوم ده تقريبا بتتكلم في ال5 سنين دول. يمكن فتره الشغل الحقيقيه عباره عن ال3 سنين اللي فاتوا. خد مني فتره طويله لاسباب كتير، اولا ظروف انتاجيه، كان صعب انك انت تلاقي منتج يعني يقتنع تماما بوجهه نظرك ويدي لك الحريه انك انت تختار نسبه 100% من الالحان ومن الكلمات اللي هتنزل في الالبوم. وبحكم الصناعه ما بقاش زي الاول انك انت تنزل سي دي فيبقى فيه مبيعات، ففكره ان هو يسترد الفلوس اللي هو صرفها او ان هو يكسب بنسب كويسه ما بقتش موجوده زي زمان، مش زي ايام مثلا سوق الكاسيت وايام ما كانت السيديهات بتبيع وكده. فالموضوع كان صعب قوي. انا بشتغل طبعا، بعمل حفلات، بيبقى فيه يعني شغل بعمله خلال 5 سنين. فانا بكلمك اللي حصل بالظبط. انا بيجي لي فلوس مثلا من الحاجه المعينه دي، فبحوش منها جزء، احط الفلوس دي على الفلوس دي على الفلوس دي، بقدر اعمل اغنيه. بقى عندي اغنيه، بقى عندي 2، بقى عندي 3، بقى عندي 25 اغنيه، اختار منهم البوم. اخترت منهم في الاخر 11 اغنيه. طبعا 14 بقى مصرهم ايه بقى؟ موجودين. موجودين، بس انا هي الفكره انه في وجهه نظر انا كنت حابب ان انا اوصلها من الالبوم ده. حابب ان يكون في تنوع، مش حابب يكون في تكرار في من خلال وجهه نظري. ممكن يكون لما تسمعوا الالبوم كل واحد فيكم يبقى ليه وجهه نظر مختلفه. حبيت ان انا امسك العصايه من النص، وراعي ان انا احاول على قد ما اقدر ان انا ارضي كل الاذواق وارضي الجمهور اللي انا من غيره ما كنتش جيت قعدت معاكم هنا دلوقتي. انا يعني مبسوط ان انا قدرت اعمل سي دي انا نفسي كنت مستمتع بكل المراحل اللي انا اشتغلتها فيه. طبعا في تعب، في ازمات كتير مريت بيها، في حاجات كتير يعني كانت صعبه عديت بيها، بس في الاخر لما بتيجي انت تمسك السي دي في ايدك في الاخر وبتحس ان انت في حته منك كده ظهرت يعني في الاخر، فانت مبسوط منها.